السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أبو يوسف الخياط لتعليم الخياطة والتفصيل. النهاردة إن شاء الله هنقدم طريقة تفصيل فستان كلوش واسع بكم منفوخ، رائع جدا وسهل جدا من أقل كمية قماش. القماش اللي معانا 145 سنتي، يعني أقل من 1.5 متر. هنطبق القماش بتاعنا بنفس الطريقة كده، طريقة جديدة، طريقة سهلة. الفستان اللي معانا ده فيه تركات كتير جدا علشان الناس اللي عايزة تتعلم القصات والكالوش والكم المنفوخ او الكم المنفوش، وطبعا السوسته السحريه او السوسته المسحوره او المخفيه، كل الكلام ده هنتعلمه مع بعض. اول حاجه بقص الحزام بتاعي 5 سنتي بنفس الطريقه كده من تحت علشان يديني الطول بتاع الحزام المطلوب. اقيس الطول بتاعي 96 سنتي واقسم القماشه نصفين، نصف اطلع منه الجسم ونصف اطلع منه الكم المنفوخ. ياريت الناس تتابع الفيديو للنهاية، فيديو رائع جدا وفيه جميع التريكات والقصات. الكتف بتاعنا 17 سنتي، بنزل تحت برضو 17 سنتي كده سوت حردة الابط وبعمل 2 سنتي ميل الكتف. عندي بعمل دوران الرقبة 5 سنتي وانزل 2 سنتي، ده دوران الظهر. شد خط كده ميل الكتف وننزل خط مستقيم حردة الابط كده، حددنا الجزء لحد حردة الابط. بنزل 30 سنتي وشد خط كده اكنه خط الخصر وقيس الوسع بتاع دوران الصدر الاقي 20 سنتي والخصر 18 سنتي. ادور الدوران بتاع حردة الابط بنفس الطريقة. طبعا انا عايز الفستان واسع جدا من تحت، فبنزل على اخر الواسع كده بنفس الطريقة كده وبرجع نعمل قص برنسيسة ونركب القصات عشان تدي معانا اكبر واسع للفستان، تدينا الكلوش المطلوب. بنزل بواسع كده اقص حردة الرقبة وميل الكتف وكده نعمل 10 سنتي كده من المنتصف وبطلع فوق 6 سنتي ونعمل قصة البرنسيسة. طبعا فيديو مميز فيه جميع التريكات بتاعت القصات، قصة برنسيسة، الكم المنفوخ، الكلوش الواسع. هنا عندنا بناخد بقى المثلث ده نعمل بيه القصات اللي هندي بيها الواسع للفستان. احنا عندنا طبعا القصة دي هنعملها من اول الخصر، من فوق الخصر ب2 سنتي كده. طبعا احنا معلمين طول الخصر 30 سنتي، بقص الزيادة وبعمل مثلث كده علشان القصة تركب مظبوط كده. يا شباب بنفس الطريقة ان شاء الله هتشوف الفستان في الاخر كده حاجة روعة، حاجة جميلة جدا تحفة. باجي عند الخصر كده واعمل فرد بالمقص علشان القصة بتاعتي وانا بركبها. بداية تركيب القصة بفصل الصدر عن الظهر علشان اعمل حردة الرقبة للصدر، بعملها 7 كده علشان يبقى شكلها جميل. وهنا القطعة التانية بعمل منها الكم المنفوخ، بطبق القماش 4 طبقات كده، بقيس 20 سنتي تطبيقة ومنزل 12 سنتي. طريقة الكم المنفوخ يا جماعة سهلة. أول حاجة 12 سنتي اللي فوق دول هم كلمة السر في الكم المنفوخ. من تحت كده بقى بنزل 10 سنتي وبعمل الكم العادي بتاعي اللي احنا متعودين عليه، الكم الأساسي كده. بنصف المنطقة دي وبعمل خط مستقيم كده من فوق علشان أعمل الكم المنفوخ بتاعنا، هتلاقوه رائع ما شاء الله، شكله جميل في الفستان. رسمت الكم بتاعي العادي من تحت، الجزء اللي فوق ده هو الكم المنفوخ. بوسع في الكم من تحت علشان هعمل كم بلاستيك جميل. طبعا بوسع في الكم من تحت شوية علشان تركيب الاستيك، وبساوي الكم من تحت كده. ده شكل الكم. نكشكش المنطقة اللي فوق دي، بعمل فرد هنا علشان بداية ونهاية الكشكشة،
كده هعمل السجاف الداخلي للصدر والظهر، فيديو جميل وسهل. يعني نتمنى يعجب الجميع. هنا بفتح الظهر كده من ورا علشان هنركب سوستة سحرية، الارتفاع بتاعها هيبقى 30 سنتي، وهنركب السجاف كده بنفس الطريقة. ده سجاف الصدر. الظهر بتاعنا طبعا احنا بنسرفل الظهر على المفتوح، وبعدين بقيس 30 سنتي، وبركب وبقفل الجزء من تحت، وبركب السوستة بتاعت المسحورة، ونركب السجاف بعد كده. أول حاجة نركب السجاف بتاع الصدر، وطبعا هنعمل حاجة هنا اسمها فازلين وشين علشان يلزق كده. بعد ما نخلص السجاف ده نلزقه على الصدر، يبقى شكله جميل وفي نفس الوقت ثابت ويدي شكل جميل للصدر. ده تركيب الفازلين. المفروض ان انا اركبه من تحت، بس انا بركبه من فوق علشان تبقوا شايفين طريقة التركيب. انا بفضل تركيبه من تحت علشان طبعا في بعض القماش بتلاقوا فيه مطة كده. طبعا عندما تيجي تلزقوا الفازلين بالمكوى بص لو يعمل زي عبعبة كده او كشكشة ان شاء الله. دي طريقة سهلة. شوفوا الشكل. الظهر بتاعنا بقيس 30 سنتي، واقفل الجزء ده. وانا بقفل بخلي يا جماعة، ما ينفعش ان انا اقفل على ما يعني على ما فيش خالص، لازم اسيب حوالي عرض الدواسة كده سنتي على الاقل، علشان طبعا وانا بركب السوستة تبقى واخدة راحتها. بغير طبعا دواسة السوستة. بنفتح السوستة واحنا شغالين كده، بنشد قدام المكنة السوستة البرة بايد الشمال علشان السوستة بتاعتي يعني تقفل مظبوط. بعد ما السوستة كده تقفل تلاقوا الدنيا تمام. دي اهم حتة في السوستة بتاعتنا، لازم نظبطها الاول للارتفاع وفي نفس الوقت ظبط السوستة في التركيب. طبعا نخلي بالنا ما يكونش فيه اي فتلة خالص او خيط طالع، علشان طبعا الخيط ده لو دخل في السوستة بتبقى القفلة صعبة. ده شكل السوستة بتاعتنا ما شاء الله جميلة وقفلة كويس والدنيا تمام، تفتح وتقفل حاجة كويسة. ده سجاف الظهر، لازم نركبه بالسوستة برجل السوستة او دواسة السوستة علشان القفلة اللي على السوستة دي المنطقة دي كده تكون قفلة مظبوط، ما تقلبش معانا زيادة. نشيل الزيادة ونعمل افراد ونقيس السوستة بتاعتنا، نشوف الاطوال قد بعضها ولا لا. كده تمام. اطبق الكتف بتاعنا، وانا بطبق الكتف لازم تكون القلبة بتاعتي مظبوطة كده. شوفوا بعد ما لزقنا ما شاء الله هنا بتتلزق بالمكوى اللي في السجاف الداخلي بتاع الصدر بنفس الشكل كده ما شاء الله جميل. والظهر بتاعنا احنا مفتحينه بالمكوى، وقبل ما نركب السوستة ما شاء الله الدنيا تمام. نركب بقى بداية القصة كده بتاعت الجنب من عند بداية الخصر، هتقلب كده وبعدين نركب قصة البرنسيسة نفس الشكل كده. خلاص انا ركبت القصة اللي تحت تمام. القصة اللي في النص ركبناها وقصة البرنسيسة بنفس الشكل كده. طبعا تركيب القصات سهل بالنسبة لكم، اهم شيء البداية والنهاية. خلي بالنا الأطوال تكون مظبوطة. طبعا أنا ركبت القصتين اللي في النص زي ما قلت لحضراتكم، البداية بتاعتها بتبقى من الخصر، ما ظهرتش في الفيديو أوي بس أصل البرنسيسة ظهرها. طبعا لو عايزين نركب قلب بالشكل ده طبعا ده اختياري، اي شكل بقى واي حاجة عايزين تركبوها دي بتبقى براحتكم، مش عايزين تركبوه عادي مفيش مشكلة، الشكل اللي يناسبكم. ندور بالمكنة كده بنفس الطريقة
ما شاء الله عدة شكل. شيلنا الدبوس، الكم بتاعنا بقى المنفوخ. طبعا البداية زي ما قلت لحضراتكم من اول الفرد كده، وبدور كده او بعمل كسرات، استخدم بقى ابرة معايا او دبوس كده ساعدني في عمل الكسرات دي. وطبعا الكسرات دي بنعملها عكس بعضها، عملت الكم ده الكسرة جاية عليا على قدام، الكسرة التانية وانا بعملها بخليها جاية على ورا، يبقوا الاتنين عكس بعض علشان وانا بركب الكمام يكونوا الاتنين مظبوطين، واخلي الكسرة تبقى رامية لورا. عملت كسرة تانية على قدام كانت جاية عليا، دي رامية على ورا. ما شاء الله طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنا طبعا بعمل فرد في منتصف الكم وبركب الكم من تحت كده. طبعا في جميع الشروحات يا جماعة انا بعمل الكم بتاعنا من تحت، بركب الكم من تحت، لا تركيب الكم من تحت ده الاساس بتاع تركيب الكم. انا شخصيا في جميع الكورسات اللي انا بعملها الاونلاين والحضوري وكله بركب الكم بتاعي من تحت، علشان طبعا الكم يقلب معانا ويبقى تمام. طبعا بالمناسبة نختار حضراتكم ان عندنا كورسات اونلاين مميزة جدا جدا، بنتعلم فيها الباترون ونتعلم فيها الخياطة، كل ده من الصفر يا جماعة. وطبعا المستوى المتوسط برضو بيندرج برضو للمبتدئين، عندنا الكورس ما شاء الله شامل كل حاجة وبسعر رمزي جدا، يعني حاجة مميزة جدا. طبعا اينما كنت في جميع انحاء دول العالم، دولة اوروبية دولة عربية اي مكان في العالم، ان شاء الله ما فيش مشكلة خالص في مشاهدة اول اشتراك في الكورس الاونلاين بتاعنا. طبعا عاملين فيديوهات مصورة، عاملين جروب خاص كده بالتليجرام، والكورس بتاعنا مدته 3 شهور، رائع جدا، نطبق الشروحات وبننزل على جروب التليجرام الخاص بالكورس. طبعا احنا عاملين حساب لفروق التوقيت الناس اللي بجميع دول انحاء العالم، وعاملين حساب طبعا للناس اللي بتشتغل والناس اللي بتدرس والناس كل حاجة عاملين حسابها. اركب استك الكم بنفس الطريقة، طبعا سبت من تحت كده حوالي 4 سنتي او 3 سنتي. نقفل الجنب بتاعنا. الناس اللي بتسأل على الكورس يا جماعة، يعني الكورس مدته 3 شهور، بنعلم فيه الباترون ازاي تعملوا موديلات للباترون للبلوزة للشميز للعباية للبنطلون للجيبات للسواريه، كل ده كورس كامل وشامل وبسعر رمزي جدا. الميزة في الكورس ان الفيديوهات مرتبة وبسيطة، يعني طبعا بالاضافة طبعا الى التواصل المستمر 24 ساعة على جروب التليجرام للرد على الاستفسارات ومتابعة تطبيق الشروحات. نقفل الاجناب بتاعتنا كده بقى، ونعمل الحزام، ونعمل يعني عروتين كده في الجنب او الاكستين في الجنب، وكده الفستان بتاعنا الانيق ده نشوف الشكل العام بتاعه بقى، تلاقوا حاجة تحفة. يعني نسرفل الاجناب بعد ما سرفلناه وسرفلنا الديل، نرفي الديل بالمكنة كده رفية صغيرة كده يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله ده الشكل يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه يعني. واسع اللي تحت، النفشه بتاعه الكم المنفوش اللي فوق، تقسيمه الفستان، الحزام بتاعنا من تحت من ورا سوسته تمام، كله تمام يعني. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وتعملوا مشاركه للفيديو مع اصدقائكم. أتمنى من قلبي أن يكون الفيديو عجبكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.